هو حاط له بحيره ما سمك يقول لك عايش عن معنى ذني، ما عندي لا عندي تعيين ولا متعين، اردمها زين شو راح يعيش؟ ما ادري. اخر ما توصلوا للذيول المنته في الثياب الخون الخانه والعراق تدمروه وباعوا تفصيخ. تعرفون وين الذيول والسمكه؟ اخر ما توصلوا له جميع واحد ينطق كلمه حق يدافع عن بلده يحب وطنه يقولوا له انت بحثي، امك فلانه كانت باليمين، الله 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 لك هذا يكره المذهب، الله 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 هذا ياكل حرام، لك يابا انت مبعت العراق تفصيخ، اشعل وزاج الراح، وين وديته العراق انتم؟ لك البعثيه قبلكم ما سووا هيك، الله ينعلكم انتم والبعثيه، مناتيف، ثياب، هذا هسه اللي ينطق كلمه حق صار بعثي. هسه نشرت على الشيخ عداي الغريري الله يحفظه ويطول عمره ومن فدوه قد الشواربه خلاسكم او نقد ينقد بيكم ويدوس على ذيولكم. عداي الغريري انت شنو؟ شمعه ورده من فدوه غدي المناخرك الفتشك لفصوص عيونك غد، شنو انت عداي الغريري؟ هذا الشيخ السني الشريف، انا ما اقول سني وشيعي، عراقي، هذا الشيخ العراقي الأصيل، هذا الشيخ الحامل عمامة رسول الله وينطق كلمة حق، والله العظيم أنت تستحق تلبس عمامة، أنت وسيد حميد الياسري والشيخ هذا العتابي والشيخ جعفر الإبراهيمي، بس أنت يا شيخ عداي الغريري أغد فدوة لخرزات ظهرك، أغد فدوة الريليك يا يا حبي، كون وصلك بالعباس على حبك هنا من زراديمك، ليش تشحق على راس الذيل هيك؟ ها تمرده مرد، تكض الذيل الضبط يربيه، ناعل سلفس الفاهم، الف رحمه لامك، كثر طلقت بيك على كل طلقه الف رحمه، الشيخ عداي الغريري يمثل كل شريف، يا مو الشيخ وحق هذا العباس وموش عمامه، فدوه غديلك انت وعمامتك. فدوة غد القصتك، فدوة غد الفصوص ذانك. يا وحق على كنظ الإعلام مال نطار، اقسلم ما يزر بعد. شنو عمي؟ مو شيخ هذا. ول يكون عندنا مليون شيخ مثله؟ لا والله يكون عشرة. آخ يا بكون أنقذ الشيخ عداي الغريري. آخ يا بابن عباس وفاضل أموت عليه.